البنات واش راكم؟ راني في محل غريب عجيب باسكو راني وصلت لتاكاياما. هاد البلاصه وين راني فيها لي غاتو بانواعهم، تما راني ندور ونشوف باش نبدا نشري باسكو تقريبا الرحله تاعي ما بقالهاش بزاف وتخلص. هادو باغ اكزومبل كراكر مصنوعين بالصويا، عندهم بزاف الغاتو الغريب، هذيك شغل النوغا تاعهم كما راكم تشوفوا مصنوعه بالكاوكاو. ويديروا الغاطو بصوالح الحوت واقيل. يا حي شنو هذا؟ ماشي شيكولا هذه. شوف بزاف صوالح حبيت فيهم ولكن تلفت لي ما عرفتش واش نشريو. عمري هاد البيبونات نديهم معايا سو كيوت. المهم اليابان ماشي مره واحده زياره، اكيد راح نرجع. نظن العام الجاي راح ندير كوريا واليابان، خاطرش كابابل ندير عمليه تجميل في كوريا، راني نخمم. Donc, voilà.